من البلاد التاريخية المطلة على البحر الميت يعتبر من مطابخ بلاد الشام. بحلقة المطبخ العربي الأصيل لهيدا الأسبوع شاف حياخدنا على الأردن لنتزوق أطيب أطباقه. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. وين أخذنا اليوم؟ على الأردن. أردن كمان مطبخ من الشام أكيد، اللي بيشبه كتير أكيد كل المطابخ اللي حوله، من فلسطين، من لبنان، من سوريا، وكمان حتى في تأثر من إيران والطريقة الأشورية، وحتى الأرمن اللي هاجروا وراحوا عايشوا بالأردن، حتى كمان فات المطبخ طبعا. بتلاقي لحم بعجين مثلا موجود. رح نعمل لحم بعجين اليوم موجود. لا ما حنعمل لحم بعجين، حنعمل أول طبق هو الكعك بالسمسم. أوكي. الكعك اللي نحن بتذكر بلبنان نحن وصغار كانوا بيقطعوا عربيين عربيات بيبيعوا هالكعك على السمسم. مزبوط. يا في منه على تمر يا في منه بلا تمر. حنعمل بلا تمر اليوم. أوكي. حناخد أول شي جات، حناخد 4 كواب مطحين. اوكي، اجمالا منشوف يعني من الحلويات ببلاد الشام تشبه بعضها، بس كل حدا على طريقته 100%. شو بتختلف الطريقه مثلا؟ شو في اضافات من كل بلد؟ ما في كثير، اوقات الناس بيستعملوا ينسون اكثر، اوقات الناس بيستعملوا سمسم اكثر، فما في كثير فرق. مثلا الفلافل بتلاقيها مثلا بلبنان في مناطق بلا كزبره خضراء بيحطوا فيها كزبره ناشفه، في ناس بيحطوا فيها كزبره خضراء. نفس الشيء بفلسطين، نفس الشيء بالاردن، فبتختلف بس هالنكهات شوي القويه ولا الخفيفه، كمون اكثر ولا حرق اكثر، او اذا كانت مثلا دسمه اكثر من بس بلد مثلا بيستعملوا السمنه، اللحم الدسمه كمان هيدا شوي بتاثر بالطعمه. بس ايه، بس ما كثير هالفرق يعني اللي بميز. اوكي، حناخذ كاسه، حنحط فيها مي تقريبا كوب. اها، لكن حطينا 4 كواب من الطحين 100%، كوب من المي. حنسخنها قبل لما نحط، من فترة تفتير نحط فيها الخميرة. اوكي، هيدي عجينة عايشة اسمها 100%. هلا حناخد حليب، حليب بودرة. اوكي، ما يعادل 2 ملاعق سكر. لو عنا حليب طازة يا شاب. لا، هيد بنحط فيه اشبار حليب بودرة. تندهن. مش يعني فينا نحط حليب 100% طازة. بس قد ايه حليب الطازة طيب؟ اكيد ومفيد للصحة. حليب اكيد كتير منيح. بتعرف انه الانسان قبل 10000 سنة ما كان يعرف شو هو الحليب، بعدين ولما صار عندك شيء اسمه يعرف يربوا حيوانات، صار يعرفوا شو هو الحليب. حناخد للمي اللي هي المفروض نقدر نتحمل حرارتها. اوكي، ما كثير عم تغلي يعني. اوكي، لكن حطينا الحليب، ملح هيدي. اوكي، حناخذ الخميره نحطها هون بالماء، مع شوية سكر كمان تمشي دغري تبلش تشتغل شغله. اوكي،